السلام عليكم اخوتي، كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ بخير، نتمنى ربي تكونوا بخير وعلى خير. عاوتاني كوزينه معنا فراقم على كوزينه، جيت نعدل معكم واحد طويجان ديال الحوت بالطوماطيش. هاد المره ما نعملوش بطاطا، نعمل طوماطيش. عندي هنايا نعد التورتيه، نعد التورتيه وغنعدل هاد السرك عندي هنايا، ماشي السرك، سبيناكاس. غنعدل بحاش لي دايدا. عندي هنايا طوماطيش والثوم والربيع، نعملهم شويه د الزيت، تشارميل هذا بقيلت، نوعو شويه باش ما نبقاوش ناكلو غير البطاطا بالبطاطا، يعني ضروري عندي البطاطا في الماكله ديالي. كتشوفوا ما كتلاحظوش ما كنعملش الخضره بزاف، عندي غير بطاطا وشي حاجه هايده، يعني شي حاجه التعميله كطيب هنايا، خليها طيب. ونجي نقطع الطوماطيش هنايا، ما بغيتش نعمل بطاطا او الجلبانة، يعني الانسان يبدل شويش حاجه بالخضره هيدا. الطوماطيش كتجي مزيان، نفرش على هيدا متاحيت، ومن بعد غادي نزيد لها الطوماطي فريتا شويش. هنا نكيو هنا نكيو شوية زيت هنايا، سهلة مهلة. دابا نعمل هاد الطماطيش هنايا، القيمات ديالنا هما واجدين، شحرو مزيان هنايا، أو ديك الطاجين. من بعد غنزيدو الطوماط فريتا، ويعني مغيتعطاش يطيب دغيا، كيطيب غنحشي فران دغيا، يعني نص ساعة ما قالا هو طايب. دابا خوتي غنعدل الطورتيه، عدل البيضات، بسم الله. غنعدل أربعة ولا كان باقي خصني نزيد خمسة. بسم الله، نعمل شويه د الملح، بطاطا يعني. كتعجبني بيضات زايدين باش كتجي مزيونه. ماشي مشكل، كتلصق شي المقله، مكتلصقليش.
دابا الطورطية ديالنا هي طابت كيفاش جات غزالة، نزلوها في بلاطو. هاهي أنا الطويجين ديالي بطوماطيش جا مزيون. عندي هنايا الخبيزة عجنتها المقلة، هاهي غزالة كتجي. وعندي دابا غادي مات العصير دلافوكا، دابا غنغرف هاد السلك، ماشي السلك أنا كنقولو غير السلك، شني اسمو سبيناكاس. نزلهم هيدا نرفقهم مع الحوت ومع الطورطية. هذا هو اخوتي الفيديو ديال اليوم، نتمنى ربي يكون عجبكم. هذا بخبركم هذا العصير هذا دليدل كيحمق ديال المانجو، كاين المانجو كاين شنو اسمه ميليكوتون، لا المانجو ميليكوتون حتى هو مزيون مزيون واعر فطروبي. وعملت العصير ديال لافوكا والطويجن ديالي هو هذا بطوماطيش، البقول ديالي ها هما سبيناكاس التورتيا والخبز هيا هيا وتميرات وشباكيه الحريره هما منزلين فوق الطبله. صافي يلا السلام عليكم اخوتي، ما تنساوش لي شي لايك.